أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج الشاهد على قناة عدن. بداية دعوني أرحب بضيفي لهذا اليوم الكاتب السياسي الأستاذ باسم الشعبي، مدير مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام. أستاذ باسم، أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج. أستاذ باسم، كما تعلم ويعلم الجميع هناك انتصارات تحققها المقاومة مع الجيش الوطني، أيضا كذلك بدعم من التحالف، الأشقاء في التحالف، انتصارات تحقق في نهم، انتصارات تحقق في الساحل الغربي لتعز باب المندب، السيطرة على العديد من المرتفعات والمعسكرات، أيضا كذلك انتصارات تحقق في شبوة، في الجوف، في مأرب، انتصارات يكتبها شهداء ضحوا بدمائهم، تلك الدماء التي كتبت المجد والعظمة لهذا الوطن. انطباعاتكم حول تلك الانتصارات التي تحقق خلال هذه الأيام دحرا لميليشيات الحوثي وردعا لها، تلك الميليشيات التي أصبحت الآن تتقهقر إلى معاقلها، إلى آخر معاقلها. في الحقيقة هذه الانتصارات يعني ممتازة في كافة جبهات القتال، لا سيما في جبهة باب المندب وكهبوب والمخة، الساحل الغربي امتدادا إلى تعز، وهي معركة الرمح الذهبي التي بدأت قبل حوالي أسبوعين من الآن، وهي أهم معركة يخوضها التحالف العربي والشرعية اليمنية لاستعادة الساحل الغربي وتأمين باب المندب وطريق الملاح الدولي، وأيضا تأمين العاصمة المؤقتة عدن وتحرير محافظة تعز. هذه المعركة في الحقيقة إذا حقق فيها المقاومة الشعبية والجيش الوطني انتصارا سوف تقلب موازين العملية العسكرية برمتها على الأرض، وسوف تعمل على ترجيح كفة الشرعية اليمنية فيما يتعلق بالعمل العسكري أو كان بالعمل السياسي. في الحقيقة الانتصارات هي موزعة على أكثر من جبهة، أيضا في مأرب، في صرواح، وأيضا في نهم، وفي الجوف، وفي انتصارات مختلفة، لكن كل هذه الانتصارات هي يفترض أن تتكامل بشكل كبير جدا لتوجيه ضربة قاسمة لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التي تعيش في الحقيقة لحظاتها الأخيرة، وينبغي على هذه الانتصارات أن تكون مكرسة لتحقيق حسم عسكري لهذه المعركة في الوقت الذي تحاول بعض الأطراف الدولية جر الشرعية اليمنية والتحالف العربي إلى حوار سياسي منقوص ينتقص من تضحيات الشعب اليمني ومن المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وبالتالي يفترض أن يكون الهم الرئيسي والهدف الرئيسي للجيش الوطني والشرعية اليمنية هو الحل العسكري، وإذا كان هناك حل سياسي يفترض أن يكون بعد تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة جدا في الميدان حتى يرتفع سقف العمل السياسي وتكسب الشرعية اليمنية ورقة قوية للمفاوضة في المفاوضات القادمة. أستاذ باسم، برأيكم ما هي المدة الزمنية التي تحتاجها المقاومة مع الجيش الوطني والتحالف حتى تحكم سيطرتها على المخا، وبالتالي قطع الطريق والإمدادات التي تصل للحوثي عن طريق الوصول إلى البرح ومقبنة قبل حبشي، الطريق المؤدي إلى تعز ويربط الحديدة بتعز، وما هي المراحل التي ربما ستكون خلال تلك الفترة الزمنية برأيكم؟ حسب تصريحات أمس القائد العسكري هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع السابق، قال بأن الشرعية اليمنية والجيش الوطني يتجهون الأنصب مدينة المخا، وإسقاط مدينة المخا في يد المقاومة والجيش الوطني سوف تعتبر انتصار عسكري كبير جدا، سوف يؤدي إلى قطع الإمدادات العسكرية، وسوف يفقد جماعات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أهم ميناء استراتيجي في مدينة المخا يستخدموه لعملية تهريب السلاح عبر البحر من إيران ومن دول أخرى، ووصول إلى هذه النقطة بالتأكيد سوف يؤدي إلى تعزيز المقاتلين والمقاومة الشعبية في جبهة تعز، وسوف يؤدي ذلك إلى قطع كافة الإمدادات التي تصل إلى محافظة تعز من الجهة الغربية، وهي أهم جهة استطاعت جماعة الحوثي أن تعتمد عليها خلال المرحلة السابقة للحصول على السلاح والحصول على المؤن والحصول على المحروقات والحصول على كافة عمليات التهريب التي تمت عبر الساحل الغربي. وفي الحقيقة هذا الانتصار الكبير هو الآن الذي دفع الأمم المتحدة للدفع بولد الشيخ للذهاب للوصول إلى مدينة عدن لتحريك الملف السياسي، لأنه هناك خشية من أن انتصار المقاومة الشعبية في الساحل الغربي وانتصارها في مدينة تعز سوف يقلب موازين العملية العسكرية والسياسية رأسا على عقب، وسوف يفقد جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ورقة سياسية كبيرة جدا للمناورة في أي حوار قادم، وبالتالي سوف يضعهم في نقطة الضعف والتقهقر، وهذا ما لا ترضاه بعض الدوائر الغربية لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله،
الذي يتلقى دعم من دوائر غربية كثيرة جدا للبقاء والصمود. وفي الحقيقة يعني هذا الدعم في الحقيقة سوف ينقلب رأسا على عقب، وسوف تتمنى هذه الدوائر الغربية بأنها لو لم تدعم جماعة الحوثي والرئيس المقلوع علي عبد الرزاق كان الأفضل لها بأن تقف إلى جانب الشعب اليمني وإلى جانب الشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا وشعبيا. وبالتالي فإن الانتصارات العسكرية التي تتحقق هي مدعومة من الشعب اليمني بشكل كبير جدا، وسوف تنتصر في الأخير المقاومة الشعبية والجيش الوطني مهما طالت هذه المسافة. لا أستطيع أن أتكهن يعني بالمرحلة أو بالوقت الذي يعني يمكن أن يقطع أن تحسم فيه هذه المعركة، ولكن أقول أن حسم المعركة بات قريبا. طيب إذن أستاذ باسم، أصبحت تلك الميليشيات داخليا تعيش حالة من التفكك، تنهزم في قواها العسكرية، وبالتالي يسلم العديد من القادة أنفسهم للشرعية، وأيضا كذلك هناك جوهر حقيقي خلف ذلك الانتصار التي تحققه المقاومة. ما هو برأيكم ذلك جوهر انتصار المقاومة، وما هو السبب الحقيقي برأيكم في تزعزع وتفكك تلك الميليشيات المتمردة؟ نعم، هناك صراع كبير جدا موجود داخل الحلف الانقلابي وداخل الميليشيات بشكل كبير جدا، ظهر بشكل واضح على السطح خلال المرحلة الأخيرة، نزاع على السلطة وعلى النفوذ وعلى الموارد وعلى الأموال في العاصمة المحتلة صنعاء. وأعتقد هذه الصراعات سوف تنعكس بشكل سلبي على الميليشيات وعلى اللجان الشعبية التي تقاتل في صفها، وبالتالي هذا سوف يعزز بشكل كبير جدا من حضور ونفوذ الشرعية اليمنية والتحالف العربي في مناطق التي سيطر عليها الانقلاب. وأتمنى على الشرعية اليمنية أن تستغل هذه الثغرات التي تظهر وتبرز على جدار الانقلاب، وتستغلها بشكل جيد لتحقيق أهداف ومكاسب عسكرية في المناطق التي سيطر عليها الانقلابيين. أيضا بعد إعلان الشرعية اليمنية تكفلها بدفع رواتب الموظفين في أنحاء الجمهورية اليمنية، هذا الهدف سوف يؤدي بشكل كبير جدا لكسب ولاء كبير جدا للشرعية اليمنية في هذه المناطق التي تسيطر عليها الانقلابيين، وبالتالي سوف يضعف الانقلابيين بشكل كبير جدا الذين أفرغوا خزينة الدولة والبنك المركزي ووصلوا البلد إلى هذا المستوى في الوقت الذي لم يستطيعوا دفع رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطروا عليها حتى الآن. وبالتالي الانقلابيين يعيشوا في مرحلة ضعف عسكري، ويعيشوا في مرحلة ضعف سياسي، ويعيشوا في مرحلة ضعف اقتصادي، ولكن على الشرعية اليمنية أن تستغل كل هذه النقاط الضعف الموجودة على دل الانقلابيين وتعززها بشكل كبير جدا في ثلاث اتجاهات: الاتجاه السياسي والاتجاه العسكري والاتجاه الاقتصادي. أستاذ باسم، أنت تحدثت الآن قبل قليل على نقطة إيجابية وهي دفع الرواتب للموظفين والجيش، هل باعتقادك ترى أنه أن الآن أصبحت أجزاء كبيرة من المقاومة يعني دمجت في الجيش، وبالتالي تم دفع الرواتب الجيش، وهل تعتبر هذا جزء ولو بسيط لرد الجميل لتلك التضحيات التي دائما ونسمع كل يوم عن تضحيات جديدة للمقاومة وللجيش في عديد من الجبهات التي تخوضها ضد ميليشيات الحوثي؟ أولا أتمنى أن يتم إخراج المقاومة الشعبية من المدن لا سيما من العاصمة المؤقتة عدن إلى الجبهات، ودمج ما تبقى من هذه المقاومة في الجيش الوطني والجزاء الأمني، هذا مهم جدا لتعزيز المؤسسة العسكرية والأمنية في محافظة عدن وإنهاء ظاهرة الميليشيات في هذه المدينة، ومن ثم العمل على استعادة السلاح الموجود لدى المقاومة الشعبية وتسليمه للجيش الوطني والمقاومة والأمن، ومن ثم أيضا انتزاع السلاح الموجود في يد المواطنين حتى ولو كلفت الدولة نفسها لشراء هذا السلاح بمبالغ مالية وتسليمه للجيش الوطني حتى يأمن الناس في عدن يعني ويصلوا إلى مرحلة السلم الأهلي والسلم المدني في هذه المدينة. عملية دمج المقاومة في الجيش هو مطلب قديم جدا، تحدث عنه الرئيس عبد الرب منصور هادي قبل عام ونصف تقريبا، دمجت أعداد كبيرة من المقاومة الشعبية في الجيش الوطني في كثير من الألوية العسكرية الموجودة داخل عاص عدن وخارج عدن في لحج وفي أبين، وتبقى عدد منها في طريقه إلى الدمج، ويفترض أن يدمج خلال المرحلة المقبلة. دفع الرواتب للجنود والجيش هو عامل تحفيز كبير جدا لمضاعفة الجهد ومضاعفة عملية التضحية في جبهات القتال بشكل كبير جدا، يؤدي إلى رفع معنويات الناس ورفع معنوية المواطنين للدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن، والدفاع أيضا على باب المندب والمناطق الاستراتيجية المهمة، وأيضا التوجه صوب محافظة تعز لتحقيق الانتصار في هذه المحافظة الاستراتيجية المهمة التي تربط الشمال بالجنوب وأيضا تتمحور بشكل كبير جدا ولها ثقل اقتصادي كبير جدا. في حال الانتصار في محافظة تعز سوف تتغير الموازين بشكل كبير جدا، وأعتقد أنه يقع الآن عبء كبير على المقاومة والجيش الوطني في مناطق الجنوب لدعم هذه الجبهة. بعد تطهير مدينة عدن
من القاعدة بعد الحرب مباشرة وتحسن الحالة الأمنية في مدينة عدن، رأي الكاتب السياسي الأستاذ باسم الشعبي في ما تعيشه عدن من تحسن في أمني ظل قيادة سياسية حكيم؟ نعم، تحقق انتصار ملحوظ على الجماعات المتطرفة في مدينة عدن، وكنا نتوقع منذ وقت مبكر بأن الجماعات المتطرفة التي شاركت في الحرب ضد جماعات الحوثي سوف تنقلب على الدولة فيما بعد وتعيق عمليات تحقيق الاستقرار والسلم في مدينة عدن، وهذا ما حدث بالفعل. لكن قيادة السلطة المحلية في عدن بدعم التحالف العربي وبإشراف من قيادة سياسية للبلاد عملت على تطهير مدينة عدن من هذه العناصر، وبالتالي نجحت عملية الحرب ضد هذه الجماعات المتطرفة بنسبة 95% إلى الآن، وهذا النجاح هو الذي هيأ الأمر بشكل كبير جدا لإعادة تطبيع الحياة في مدينة عدن وتحريك الملف الاقتصادي والمدني في مدينة عدن. وهذا الانتصار بشكل كبير جدا نلمسه بشكل واضح على تحركات المواطنين في مدينة عدن وافتتاح المحال التجارية وإعادة النشاط في هذه المدينة. هناك بعض القصور وبعض الإخفاقات التي توجد، ولكنها هي عملية يعني نستطيع أن نقول عليها أتت بعدها حرب وبعد أزمة تعرضت فيها عدن لتدمير كبير جدا في الجانب العسكري والجانب الأمني والجانب الاقتصادي، وتستعيد الآن عدن عافيتها، وإن كان هذه العافية تستعيدها ببطء لكنها في الأخير سوف تكتمل يعني عما قريب بإذن الله. نطالب الحكومة اليمنية برئاسة بن دغر والرئيس عبد الرب منصور هادي لمضاعفة الجهود بشكل كبير جدا لتحقيق الأمن والاستقرار بشكل كبير في مدينة عدن والانتهاء من الملف الأمني بشكل كامل للانتقال إلى ملفات أخرى، وهناك ملفات أخرى مهمة في انتظار القيادة السياسية في عدن، منها الملف الاقتصادي، منها ملف الطاقة والكهرباء، ملف الخدمات، منها الملف العسكري، منها أيضا ملف التعليم وغيرها من الملفات الأخرى. أيضا هناك نقطة ربما هي تخص الدعم الذي تتلقاه الحكومة وأيضا الجيش والمقاومة من دول التحالف، رأيكم في هذا الجانب بالنسبة لهذا الدعم الذي سخي الذي يقدمه التحالف سواء كان من خلال مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي أو صندوق الإغاثة الكويتي أو غيرها من تلك المؤسسات الخيرية والمراكز التي تعمل على تقديم الخدمات، أو سواء ذلك الدعم العسكري الذي يقدمه التحالف في العديد من الجبهات والذي غير مجريات المعركة؟ الدعم التحالف العربي يرتكز في محورين الآن، دعم إنساني عبر مراكز الإغاثة والعمل الإنساني، ودعم عسكري عبر التحالف العربي بمثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في مدينة عدن تمثل التحالف العربي. الدعم العسكري في الحقيقة يعني أنجز أهداف كبيرة جدا على الأرض وحقق انتصارات كبيرة جدا سواء كان في عدن أو في حضرموت أو في أبين أو في مناطق مختلفة جدا، وحقق يعني نسبة ملحوظة من تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة. الدعم الإنساني أيضا حقق نجاح كبير جدا في إغاثة النازحين المتواجدين في مدينة عدن وخارج مدينة عدن، وصل العمل الإنساني إلى مناطق وأرياف مختلفة في إطار المحافظات الجنوبية وأيضا إلى تعز وإلى مناطق مختلفة جدا. أستطيع القول بأن 85-90% من العمل الإنساني حقق نجاحه بشكل كبير جدا عبر المنظمات التابعة للتحالف العربي. نتمنى أيضا أن يكون هذا الدعم في مجال الخدمات، مجال الطاقة والكهرباء. عدن تعاني من أزمة كبيرة جدا في مجال الطاقة والكهرباء، ونحن قادمين على صيف حار جدا سوف يؤدي إلى تحقيق أزمة كبيرة جدا في المدينة. نتمنى على التحالف العربي أن يسعف مدينة عدن بطاقة كهربائية كافية لمعالجة أزمة الصيف القادم. أيضا نتمنى أن تكون هناك يعني عمليات دعم كبيرة جدا فيما يتعلق بالبنية التحتية في مدينة عدن التي تعرضت للتدمير الدمار الشامل الذي تحقق للمباني والمنشآت في محافظة عدن، رفع جاهزية مؤسسات الدولة بشكل كبير جدا، معالجة مشكلة المياه، معالجة مشكلة الاتصالات، معالجة كافة المشاكل التي تعاني منها مدينة عدن، وأيضا معالجة مشكلة الرواتب وهي مشكلة كبيرة جدا عانت منها الحكومة خلال المرحلة الماضية. أتمنى أن يكون هناك دعم مضاعف من قبل التحالف العربي لحل أزمة السيولة في البلد، لإعادة صرف مرتبات المواطنين بشكل منتظم في مدينة عدن والمدن اليمنية الأخرى، وتنشيط الدورة الاقتصادية في مدينة عدن. بدي أن أسألك عن رؤيتك المستقبلية للواقع الذي ستعيشه هذه المدن المحررة والتي تم تحريرها، وأيضا كذلك المدن التي لا زالت أيضا حتى الآن ربما إلى وقت قريب فقط ستسيطر عليها ميليشيات الحوثي. نعم، أنا في الحقيقة متفائل بشكل كبير جدا في رؤيتي للأوضاع في المناطق المحررة أو في اليمن
بشكل عام عندي رؤية تفاؤلية بأن الخير قادم لهذه البلد بعد القضاء على الشر وأنصار الشر في اليمن، والمعركة الآن حققت نسبة ما يقارب 90% من الانتصار العسكري في مختلف المناطق في اليمن. تبقى معنا القليل خلال المرحلة المقبلة. مشروع التغيير يمضي بشكل، وإن كان بشكل بطيء، لكنه يمضي بشكل متدرج وينتقل من مرحلة إلى مرحلة في اليمن لتحقيق أهدافه وغايته في المرحلة الأخيرة لبناء دولة اتحادية يمنية تلبي تطلعات كافة اليمنيين في العدالة والاستقرار وتوزيع الثروة والسلطة. وفي تقديري يعني المناطق المحررة في اليمن، لا سيما المحافظة الجنوبية والمحافظات الشرقية والغربية، سوف تشهد نقلة اقتصادية غير عادية خلال المرحلة المقبلة. إذا تحقق الأمن بشكل يعني كبير جدا ووصل إلى مراحل قصوى، سوف تنطلق عملية التنمية وسوف يعاد تشكيل وضخ وتشغيل شركات النفط العاملة في حقول النفط في حضرموت وفي شبوة، وهذا سوف يؤدي إلى رفض الاقتصاد اليمني بمبالغ مالية طائلة، سوف تسهم في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد في عدن. وأيضا سوف يفتح بشكل كبير جدا ملف الإعمار في مدينة عدن التي تشارك فيه دول التحالف، وأيضا دول أخرى سوف تدعم هذا الملف، وبالتالي تحقيق الوصول إلى هذا الهدف سوف يؤدي إلى تحقيق نهضة يعني مستقبلية. وأنا متفائل بأن عدن سوف تكون لها بصمة كبيرة جدا خلال المرحلة المقبلة، وسوف تصل إلى مصاف دول الخليج في المرحلة بإذن الله تعالى. الكاتب السياسي باسم الشعبي، كيف وأنت بصفكم مديرا لمركز مسارات الدراسات الاستراتيجية والإعلام، كيف ترون من وجهة نظركم عمل الحكومة خلال هذه الفترة، خاصة وأن أغلب الوزراء متواجدون في هذه المدينة الجميلة التي تعمل على تعزيز التعايش والسلام وقبول الآخر، مدينة عدن؟ وجود الحكومة مهم جدا في مدينة عدن، غيابها خلال المرحلة الماضية ترك فراغ كبير جدا في منظومة، وهي العاصمة، منظومة العمل السياسي والعمل الخدمي. وجود الحكومة وجود الرئيس عبد الرب المنصور في مدينة عدن عامل مهم جدا. هناك بعض الأطراف وبعض عناصر الدولة العميقة يحاولوا يفتعلوا كثير من الأزمات في محافظة عدن لإعاقة عمل الحكومة وإعاقة عمل القيادة السياسية في مدينة عدن والسلطة المحلية مثلا بالمحافظ عدروس الزبيدي في الحقيقة، لكن الجهود تتواصل. وأتمنى أن تحل أزمة الاختناقات التموين بمادة البنزين والديزل في مدينة عدن خلال الساعات القادمة. أتمنى أيضا أن تحل مشكلة الكهرباء. ما الذي ينتظر المواطن في مدينة عدن غير تحسن مستوى الخدمات ودفع الرواتب وإعادة تنشيط العمل الاقتصادي في المدينة وتحقيق الأمن والاستقرار؟ هذه الثلاث الأشياء هي أهم ما يتمنى المواطن خلال هذه المرحلة. إذا تحققت هذه الأشياء وتحققت التنمية والاستقرار في مدينة عدن، سوف ننتقل فيما بعد إلى المشروع السياسي الذي يؤدي إلى تحقيق يعني مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية. وجود فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك الحكومة في هذه المحافظة وهذه العاصمة عدن أدى إلى دفعة معنوية في تلك المعارك التي تخوضها المقاومة والجيش في تحقيق انتصاراتها، وكذلك أيضا خلال ثقة المواطن الذي يعيش في هذه المحافظة المحررة بتلك القيادة السياسية التي أيضا تعيش ما يعيشه المواطن في هذه المحافظة. قراءتكم لهذه؟ نعم، مهم جدا وجود الرئيس عبد الرب منصور هادي وهو يشرف من غرفة عمليات على معركة الرمح الذهبي في الساحل الغربي لمحافظة تعز وباب المندب، ويعني هذا الإشراف سوف يؤدي بشكل كبير جدا بالدفع بهذه المعركة لتحقيق أهدافها خلال المرحلة القادمة. وجود القيادة السياسية في عدن هو عامل اطمئنان للمواطنين في مدينة عدن، وأيضا عامل مهم جدا على المستوى الدولي والإقليمي، يكسب عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد ثقل سياسي ودبلوماسي كبير جدا، وأيضا يكسب الشرعية اليمنية حضور على المستوى الدولي والإقليمي. وبالتالي يفترض الآن أن تفتح السفارات في عدن لاستقبال السفارات الدولية والسفارات دول التحالف العربي في مدينة عدن، وأيضا فتح المجال أمام إعادة نشاط المنظمات الدولية والإقليمية في مدينة عدن التي تعمل في المجال الإنساني وتعمل في المجال الطبي ومختلف المجالات الإنسانية في مدينة عدن. هذا سوف يعزز بشكل كبير جدا من قوة الشرعية اليمنية، وبالتالي سوف تكون ورقة مهمة جدا سياسية ورابحة
في أي تفاوض سياسي قادم. الكاتب السياسي باسم الشعبي مدير مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام، لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أقول لك شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا حياك الله رب. أعزائي المشاهدين، أيضا كذلك الشكر موصول لكم على حسن المتابعة لهذا البرنامج. دمتم بألف خير.